مرحبا وأهلا وسهلا معي فيديو جديد. اليوم فيديو كمان بالإمارات، لما رحنا احتفلنا بميلاد بنت أخت زوجي، الأمورة الكيوت، سلومة الحلوة، فحبينا نحتفل فيها وعملنا حفلة، كلنا اجتمعنا وانبسطنا كتير. بعد هيك روحت أنا على الفندق، ريحنا شوي، وبعد العصر المسويات يعني كان رح تعتم شوي الوقت، حبينا نمر على المينا. هذا المينا موجود بأبوظبي، مينا أبوظبي، فيه مول، فيه محلات كتير حلوة زي ما أنتم شايفين، أماكن لتلعيب الأطفال الصغار والكبار، وسحاسيل كتير حلوة. عجبتني إنه الموضوع إنه يعني في كل شيء متوفر. يعني أول ما فتنا كان في محل كمان ببيع أكلات طيبة كتير. أنا ما بحب أكل طبخ برا، بس حبيت أجرب اليالنجي، كتير كان طيب. وجربنا كمان، أكلنا كشري، وبعد هيك فتنا على هاي منطقة الألعاب تبع الأطفال، فيها نط وفيها سحاسيل، ففيها يعني أشياء كتير حلوة. بس الشغلة السيئة الجلد، هذا المشمع اللي بشخط الجلد كتير سيء نوعيته، يعني ما بعرف، لازم يشوفوا لهم حل، أو اللي بده يلعب أطفاله يكون لابسين كم طويل وبنطرون طويل، يعني بحس إنه ما يتشخط جلدهم أثناء السحسلة. يعني حبيت أفوت أتفرج على هذا المحل، محل ألعاب أطفال، فيه كل الألعاب الموجودة يعني بالعالم، كتير حلو، عجبني أنا كتير أشياء يعني موجودة عندهم. وعجبتني السيارات اللي بيركب فيها الطفل وبيسوقها هو لوحده، أشياء مش موجودة هون بألمانيا، يعني في أشياء ما شفتها هون. شوفوا السلايم أحلى، يعني هون بألمانيا عن جد ما في تنوع كبير، يعني هاي الأشياء أغلبها بيضطر الواحد يشتريها من أونلاين. المحلات اللي ممكن تبيع هيك شيء بتكون تبيع نوع نوعين، وما فيها التنوع ولا هالألوان ولا هالأشياء والأشكال الحلوة، فهذا الشيء كتير كتير سيء يعني هون بألمانيا، يعني لازم يكون في تنوع يعني. بس هم هون طبيعتهم يعني ما بيحبوا هاي الأشياء، بيعتبروها سموم وكيماويات وتلوث للبيئة والطبيعة، ومن ناحية يعني معاهم حق بصراحة يعني. بس للأسف لما نشوف إحنا بمكان تاني زي هيك يعني نقول أشياء حلوة يعني لو موجودة عنا، بس هي بالفعل يعني الأفضل إنه ما تكون موجودة بالمرة. في كان محل برضو لأزاز وأشياء للبيت يعني، وزينة وديكورات كتير كتير بجنن يعني. شوفوا ما أحلى الديكورات، الطاولات، الصحون، التقديم بتجنن. للأسف يعني ما في مجال إني أخذ معي أي شيء على ألمانيا، يعني هيك شيء بده شحن كتير كبير، ويعني أنا الحمد لله ما في شي ناقصني بالبيت، بس يعني هيك أشياء كتير حلوة الواحد بيحب يتفرج عليها. هاي بتكون مزخرشة هيك وحلوة، يعني هون الأشياء أغلبها سيمبل وطبيعية، ويعني هيك ما فيها حركات. هون بعد ما خلصنا ألعاب حبينا ناكل آيس، ناخد سلاشي كمان، كمان بيحب الواحد ياخد أندومي، في ياخد أندومي، فيعني كل شي موجود، نلعب، ناكل، نقعد، نتمشى، نشتري أغراض، يعني مول فيه كل إشي. هون المولات بألمانيا ما فيها أي إشي غير يعني الواحد يروح يشتري يتفرج يعني 100 محل أواعي بس، يعني مع مطعم مطعمين ما إلهم داعي، كافي كافيهين ما إلهم أي داعي، فيعني ما كان كتير كتير حلو يعني ما مش حلو يعني هذا الشيء بألمانيا للأسف. يعني هناك بتحسوا بحياة غير، يعني في حيوية هناك بالمنطقة. فهذا كان الفيديو لليوم، حبيت يكون صغير وقصير وما أطول عليكم لحتى يعني ما تملوا، تشوفوا شغلات بسيطة. إن شاء الله أحاول أختم فيديوهات أبو ظبي بفيديوهين جايات إن شاء الله. إن شاء الله الفيديو الجاي كتير مهم، لأنه راح نروح على مسجد الشيخ زايد الكبير الله يرحمه، كتير كتير حلو الفيديو، لازم تشوفوه. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا للمتابعة، ما تنسوا اللايك والاشتراك إذا عجبكم الفيديو والنشر. إلى اللقاء بفيديو جديد.